المهني من بين الجملة ديال المعاناة اللي كيعاني منها السائق المهني المغربي وبالخصوص سائقي النقل الأفريقي. كما نعيش هذه الأيام حالة من بين الحالات اللي كتوصلنا داخل الجمعية، واحدة بعض الوفيات تقريبا بسبب الأمراض المتفشية في الدول الأفريقية، مع العلم أن هذا السائق كيجوب الأدغال الأفريقية بدون معاناة بدون عناية وبدون توفير مراكز صحية من النقاط الحدودية، وكذلك سيارة الإسعاف اللي نقل المصابين بهذا الوباء. وفي خلال ظرف شهرين وصلنا لواحد عدد الوفيات. هذا الجانب الضحايا المتوفر، وزيادة على هذا الأيتام اللي كيبقاو، العائلة اللي كيبقاو وراء هذا السائق المهني. لهذا كنطالبوا الجهات المسؤولة التدخل العاجل للحد من هذا الوباء اللي كيهدد الحياة ديال السائق المهني بالخصوص والمواطن المغربي بصفة عامة. لهذا هذه الرسالة موجهة لوزارة الصحة ووزارة التجهيز وجميع الجهات المسؤولة التدخل في هذا. وجهتوا واحد المجموعة ديال المراسلات؟ وجهنا واحد المجموعة ديال المراسلات للجهات المعنية الاسبوع هذا، حنا في انتظار الجواب ان شاء الله ديال هذه المراسلات. يعني مازال ما توصلتوا حتى شي جواب من طرف هذه الجهات التي تمت مراسلتها؟ لا، مازال ما توصلنا حتى شي جواب، مازال حاليا ما توصلنا حتى شي جواب من الجهات اللي راسلناهم. بالامس ربما كان واحد الحاله ديال الوفاه جديده تتعلق بواحد السائق اللي يعني عضو بجمعيتكم، يعني شنو هي المعلومات التي استقتها الجمعيه حول هذا الشخص وظروف الوفاه ديالو وكيف تم النقل ديالو من النقطه الحدوديه الى الداخله؟ احد الاشخاص اللي توفى بالمناسبه كنقدم التعازي للاسره ديالو، سي سعيد الاعشاري رحمه الله. تم النقل ديالو بواسطه شاحنه نظرا لعدم وجود وسائل للسلامه الصحيه اللي غيتنقل على السائق هذا، وكذلك العنايه اللي ما كتوفر في النقطه الحدوديه نقل الشخص طرف شاحنه. هذا السيد مازال راه الاستماع الى هذا ان شاء الله غادي نستعملوا هذا السائق هذا اللي جابوا ان شاء الله. وضح لنا الظروف، نتواصلوا معكم ان شاء الله باش نشوفوا هذا السائق اللي نقلوا من المكان فاش تصاب حتى للداخل. كانت المطالبه ديال الاخوان انه يقدموا لهم هذه المساعده، ولا مجيب لهذا الطلب ديال الاخوان المهنيين اللي كاينين معاه اللي تواجدوا معاه في هذيك الحاله. يعني استمعنا لواحد المجموعه ديال السائقين تيشتكوا انه في النقط الحدودية غياب المراكز الصحية، رغم أن تنسمعوا أن واحد المجموعة ديال السائقين كانوا ماتوا قبل، واحد المجموعة اللي كانوا ماتوا، وكان واحد المجموعة اللي تتقول الجمعية أنه راه رافقتهم في العلاج ديالهم وتعالجوا. اللي سميتوا دابا المطلب ديالكم ربما يتضح أنكم تطلبوا بتوفير مراكز صحية بالمناطق بالحدود بالنقطة الحدودية الكركارات اللي متوفر فيها المراكز الصحية لسيارات الإسعاف. لهذا كنطالبوا وكنعاود نطالبوا وكنوجه الرسالة ديالي للجهات المعنية باش توفر لهذ السائقين المهنيين واحد في النقط الحدودية بالخصوص الكركارات، المراكز الصحية وسيارة الإعلام وسيارة الإسعاف، ويكون واحد التلقيح مضاد لهذا الوباء اللي هو متفشي في الدول الأفريقية. يكون واحد التلقيح او هاد الناس دابا هاد السائقين اللي طيعبروا الحدود، يعني ما تيكونش حتى شي فيزيت، ما تيكونش لا تلقيح لا تلقيح الا الى دار شي محاوله هو من عند راسو، شي تلقيح الى داره هو راسو او لقنا معاه شي ادويه يشريها هو من راسو. اما باش الجهات المعنيه باش توفر لي شي حاجه لهذا السائق المهني، وكاينه حتى حاجه ماشي.